بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في جلستنا مع رئيس الجامعة تحدثنا عن دخول الإسلام في غرب إفريقيا، أنه دخل ليس من طريق مصر ولا من طريق السودان، بل كان امتدادا للفتح الإسلامي لشمال أفريقيا، بمعنى أن هذه الدول الثلاث أو الأربعة هي محيطنا الطبيعي في الدين والثقافة، وأن دراسة أبناء السنغال ومالي وليبيريا وسيراليون والغينيتين وساحل العاج والنيجر وهذه الدول أن تدرس هنا أفضل لها من أن تدرس في دول أخرى تختلف عنها اختلافا كثيرا. فلما كان آباؤنا الأقدمون يدرسون في فاس وفي القيروان ويدرسون في شنقيط في ولاتا وفي أفولة، كان مجتمعنا منسجما متوائما، المذهب واحد والمشرب واحد والعقيدة واحدة والاختيارات الفقهية واحدة وكل شيء موحد، لا يوجد أي اختلاف. فلما بدأنا ندرس في مدارس أخرى تختلف عنا في المعتقد وليس في العقيدة، وتختلف عنا في المذهب، وتختلف عنا حتى في الرواية في القرآن، وتختلف عنا في كل شيء، بدأت المشاكل تدخل مجتمعاتنا، وبدأت الاختلافات بين الأجيال، جيلنا الحديث والجيل القديم. وليس لأن هؤلاء على صواب، وليس لأن أولئك على خطأ، بل هو خليط من عناصر مختلفة التكوين. وأنا أقول لإخوتي الأفارقة الموجودين هنا، يجب أن يكون في وعيكم أنكم في بيئتكم الطبيعية التي يحسن بل يجب أن تأخذوا العلم منها، ولن تجدوا مشاكل أبدا في معايشة المجتمع الذي سافرتم للدراسة من أجل تفقيهه وخدمته. وأسأل الله العلي العظيم أن يحفظكم ويقضي حوائجكم. الإخوة طلبوا مني في حدود 30 دقيقة أن نتحدث عن المستشرقين، يعني مطاعنهم في القرآن وفي القراءات. وأنتم تعلمون أن فترة 5 ساعات ليست كافية مطلقا لأن نذكر مدارس المستشرقين على اختلاف مشاربهم. ففي هذه الفترة التي توجد فيها وسائل التواصل الاجتماعي هذه، تجد في بعض الأحيان واحد يرسل لك رسالة يقول بأن المستشرق فلان قال في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما طيبا، وآخر قال كلاما طيبا، وقال فيه ألبير كاميس كذا، وقال فيه فولتير كذا، وقال فيه ويليام هارد كذا، وقال فيه فلان كذا. ويمكن كذلك تأتيك رسالة أخرى تحمل مطاعن للمستشرقين على النبي صلى الله عليه وسلم، أو مطاعن للمستشرقين في القرآن، هذا أيضا يمكن. فهم أصناف مختلفة، هناك مستشرقون طابعهم ديني وغرضهم التعرف على الإسلام للهدم، وهناك مستشرقون سياسيون طابعهم التعرف على العالم الإسلامي لوضع سياسات دولهم للاستيلاء على الثروات والتوجيه الثقافي وخدمة مصالحهم، وهناك استشراق أدبي غرضهم التعرف على الأدب الإنساني، لأن الأدب أهم
عنصر فيما يسمى بالعلوم الإنسانية. وهناك آخرون غرضهم يعني علمي بحت، مثل غالدس هير الذي يعتبر هو كما نعتبر الطبري شيخ المفسرين، يعتبر هو شيخ المستشرقين، ولكننا لن نتعرض لأحد منهم هنا لأن الوقت لا يسمح. وكلمة الاستشراق كما تعرفون من كلمة الشرق، والشرق بالنسبة للغرب يعتبر مهد الإسلام ومنبعه وأصله، فمن قضى على دين هؤلاء وأخلاقهم بإمكانه أن يقطع على الإسلام في كل مكان. ولذلك وجهوا يعني اهتماماتهم مع العلم بأنهم لم يهتموا فقط بالإسلام، بل كان لهم اهتمام بالبوذية، بالهندوسية، بالزرداشية وبغير هذه. المهم ذهبوا إلى الشرق، كما واحد يأتي إلى أفريقيا نقول مستفرق بلجيكي، ونقول مستفرق فرنسي، أي ذهب إلى أفريقيا يريد أن يتعرف على أفريقيا، لكن لا يمكن أن يتعرف على أفريقيا كلها، بل على ناحية من نواحي الإفريقية، إما الدينية وإما الثقافية وإما القومية وإما وإما. وهم لما المتخصصون منهم في الدين أو في التاريخ أو في الأدب أو نقول كلهم لما تناولوا الإسلام، كان من الطبيعي أن يتناولوا القرآن. السلام والرحمة. كان من الطبيعي أن يتناولوا القرآن، لكن تناولهم للقرآن بعضهم تناوله من حيث أنه كتاب، تعاليمه هل هي تتوافق مع العدل والإنصاف، وبعضهم تناول القرآن من حيث الثبوت، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جاوز الحد وتساءل هل فعلا محمد صادق من أن هذا الكلام تلقاه من الله سبحانه وتعالى. وفيما يخص أنه هل تلقى هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تجادل مستشرقا واحدا، لأن هذه مسألة إيمان وتصديق. يمكن أن تقدم له 1000 دليل، ولكن الله إذا لم يهده لا يمكن أن يقبل هذا منك. هذه مسألة هداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه مسألة هل صحيح أن هذا القرآن تلقاه محمد من الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة إيمان. والظاهر أن جميع المستشرقين يعون هذا الأمر، أن هذه المرحلة مرحلة إيمان وكفر. وبقي أن القرآن فعلا نزل على محمد. بعض منهم قالوا إنما أخذ محمد أكثر من نصف القرآن من اليهود والنصارى، من اليهود الذين كانوا يسكنون، كانت هناك 3 قبائل، بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، كانوا في المدينة وطولوا هناك جدا، وكان لهم تعامل مع العرب، وكان العرب يعرفون أن لهم دينا، ولا شك أنهم كانوا يبشرون بكتابهم في المجتمعات الجاهلية، ويقولون بأن هذه القصص المتعلقة بالأنبياء الذين هم من بني إسرائيل إنما أخذها محمد مما سمع يقص عليه من هؤلاء. أما فيما يخص النصرانية فلأن يعني خالة أو زوجته الأولى ورقة بن نوفل كان متحنفا،
وكان له علاقة أيضا في أسفاره التي كان يذهب بها إلى الشام، وكان هناك معقل النصرانية كان يلتقي هناك بأشخاص، ومن هناك أخذ هذه القصص. أما القصص المتعلقة بالأحكام وما إلى ذلك فإن هذا من تأليفه. هنا يمكن النقاش لأن هذه ليست مسألة دينية. المسألة الأولى يجيب عليه سؤال واحد: هل حفظتم أنتم منذ أن سكن اليهود في يثرب واحدا من العرب يحفظ منهم قصة واحدة من قصصهم؟ هل كان اليهود يسكنون في مكة أو يسكنون في يثرب؟ يسكنون في يثرب وبينهما أكثر من 400 كيلو. 400 كيلو في وقتنا الحالي أمر سهل، تركب سيارة في ظرف 5 ساعات تصل، وليس الأمر كذلك في ذلك الوقت. بل القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرى يهوديا واحدا، قبل أن يرى يهوديا واحدا، ولا واحد من اليهود رآهم حتى بلغ 50 سنة. مع أنه خلال هذه الفترة، خلال 10 سنين، القرآن ينزل عليه وفيها موسى وفيها هارون وفيها زكريا وفيها داود، وكل هؤلاء بني إسرائيل أو يهود. القول بأنه أخذ من يهود بني قينقاع أو من بني قريظة أو من بني النضير هذا قول متهافت، ولا يوجد في السيرة أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بيهودي إلى أن بلغ 50 سنة. ولما رآهم كان القرآن قد نزل كثيرا. أنتم تعرفون في علوم القرآن أنه يوجد القرآن المكي والمدني والليلي والنهاري. المكي كله نزل في مكة وفيها هذه القصص كلها، وتجدون لما تعودون إلى السور التي نزلت في مكة ستجدون فيها هذه القصص، ولكنكم لن تجدوا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي يهوديا خلال 50 سنة الأولى، وما لقي اليهود إلا لمدة 13 سنة، وكان القرآن ينزل عليه ويقول بأن الله قال، ولا يوجد أي شيء يدعو إلى هذا الاتهام. أما فيما يخص النصارى فهذا أضحك من الذي سبق، لأنه في السيرة النبوية كلها، أنتم في سورة قريش تعرفون أنه كان لقريش رحلتان أو رحلتين، رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام، وأن هذه في الصيف وهذه في الشتاء. ومن جملة ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل مع عمه أو ما كذا عند راهب يسمى كذا في محطات الرحلة. لا يوجد شيء آخر أنه سكن مع نصراني أو أنه مكث في الشام لغير التجارة الاستبضاع ثم يعود. لا يوجد أي شيء يثبت أنه جلس معهم وتعلم منهم وكذا وكذا وحفظ هذه الأسماء وحفظ هذه الأحداث كما هي في القرآن. مرة واحدة فقط لقي راهبا، هل تم الحديث بينهما؟ الله أعلم. جلس في شجرة فتوسم فيه الراهب كذا وكذا وتكلم. وهل هذا يكفي لهذه القصص المتعلقة بالنصرانية كلها حتى بمعرفة عقائدهم؟ منهم من يقول بأن الله موجود والآخرون كذا، ومنهم من يقول بأن الأقانيم 3 وعيسى واحد منها والله واحد منها وأم واحد منها، ومنهم من يقول بطبيعة كما قسم في سورة المائدة. هل واحد لقي واحد في ساعة أو مر به أو ربما لم يتكلم معه يمكن أن يعرف طبائعهم ومذاهبهم وعقائدهم وتفاصيلهم وأشخاصهم التاريخية وأنسابهم ومن ولد فلان ومن لم يلد كذا وأين ولد وأين تربى وكيف تربوه وكيف تساهموا في الأقلام وكيف تم التبشير وما إلى ذلك؟ هل يمكن هذا؟ غير معقول.
القول بأنه أخذ عن اليهود لا يصح. أولا لا هو ولا محيطه يستطيع أن يقرأ حتى يقال نعم هو لم يكن معهم لكنه حصل على كتاب وقرأ. فعلا لم يكن مع النصارى، لم يسكن معهم ولم يقم معهم ولا أقام معه في مكة ولا طول معهم، وإنما كان يذهب للتجارة، لكن أخذ هناك كتابا وعكف في بيته يقرأ هذا الكتاب، ومنه أخذ هذا، لم يكن يقرأ. وقال وما كنت تتلو من قبله ولا تخطه بيمينك. لا يوجد أي شيء للمنصف العاقل. نحن كنا نتوقع لما نقرأ كتب المستشرقين أن نجد أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تواصل مع اليهود قبل نزول القرآن أو أثناء نزول القرآن في مكة. وأنتم درستم السيرة ولا درستم مرة واحدة أنه تواصل مع اليهود في لما كان في مكة، وهو خرج من مكة وعمره 50 سنة أو 53 سنة، ما أحد منكم درس أنه تواصل معه. وتعلمون كذلك أنه لا يقرأ ولم يسكن مع النصارى لا في مكة ولا في المدينة، إنما جاءوا زوارا لما استقر أمره صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد أي شيء يثبت أو يجعل هذه النظرية قابلة للنقاش الكثير. هم من أين اعتمدوا؟ قالوا بأن قصص القرآن المتعلقة باليهود تشبه ما في التوراة. صحيح، والقرآن يقول نحن، أنت لما تكون عندك وثيقة رسمية وتريد أن تقدم صورة منها إلى جهة خاصة إلى جهة معينة، إنما تطلب منك الجهة صورة هذا، ولكنها لا تستطيع أن تتأكد بأن هذه الصورة من الجهة الرسمية، تطلب منك أن تذهب إلى جهة مختصة تصدقك فيما قلت، الذي نسميه لجاليزاسيون. هذه الورقة الأصلية أمامهم والورقة الصورة موجودة، هم يقارنون وربما يحققون أو يعرفون فيختمون ويقولون بأنه صادق فيما زعم، الذي نقوله التصديق. لا أدري ماذا تسمون هنا في تونس، تعريف بالإملاء مطابقة للأصل. نحن نسميه لجاليزاسيون، وتسمى في بعض الدول العربية في 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 الخليج يسمونه التصديق، بمعنى أنه صادق في زعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم القرآن لما يتحدث عن التوراة والإنجيل أو محمد يقول مصدقا لما بين يديه، وصدق بما مضى، ليس أنه اخترعه وهو يعلم بأنه موجود في أماكن أخرى، لأن الله يقول بأنه أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى فلان وعلى داود زبور، وآتينا داود زبورا فيه كتب، والذي جئت به إنما هو ختم النبوة، ختم، وصدق بأن ما قالوه صحيح. وكل ما قيل بأنهم قالوه مخالف لما في هذا الكتاب فهو لم يصدقه، يعني غير صحيح. نعم، القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من اليهود قول متهافت. من أراد أن يفعل ذلك يجب أن يثبت أنه عاش معهم بما يكفي لأن يأخذ عنهم، ومن قال بأنه أخذ عن النصارى يجب عليه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش معهم بما يكفي للنقل عنهم هذا النقل الكثير. أما قولهم بأنه أخذ من أهل الجاهلية فهذا شيء عجيب. أصحاب المعلقات معروف، لا يوجد اسم واحد منهم في القرآن، ولا يوجد نقل عن أحد منهم في القرآن، ولا يوجد تعريض لحياة واحد منهم في القرآن.
النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لتاريخ الأدب العربي، بل جاء للقيم والأحكام والهداية والدين. والدين والذي كان عليه اليهود قبل التحريف، وهو الذي كان عليه النصارى قبل التحريف. ولذلك جاء القرآن يعني يوضح لنا من دين اليهود ما هو صحيح، ويوضح لنا من دين النصارى ما هو صحيح. بعد هذه النقطة، بعض منهم سلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من اليهود ولم يأخذ من النصارى. لو أغلقنا هنا نشعر برد شوي. بعض منهم قالوا بأن القرآن نزل لمدة 23 سنة، وأنه وقت نزوله لم يكن مكتوبا، وأن القرآن في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بأن يتلوه على أصحابه ولا يكتب. ولكنهم يقرون بأن الصحابة كانوا يحفظون ما نزل عليهم، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن من طبيعة الآيات المكية أنها في سور قصيرة وآياتها قصيرة أيضا. السلام ورحمة. وقالوا إنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية إلى يثرب، نقول كذا أولا، قالوا كان القرآن يكتب، ولكن لم يكن يكتب في سجل، ولم يكن يكتب في دفتر، وإنما كان يكتبه زيد أو من كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا عشرات، كانوا يكتبونه في قطع مختلفة. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع. وأن هذه الحالة يعني مريبة جدا، يمكن أن يكون قطعة قد سقط، ويمكن أن تكون هناك قطعة أخرى انضافت إلى هذه القطع. يعني الصورة الموجودة هذه لا نطمئن إلى الصحة بأنها هي التي زعم محمد بأن الله أنزل عليه. كان يكتب في اللخاف، واللخاف جمع لخفة، وهي حجارة منبسطة مثل اللوح، وكان يكتب في عسب النحل، وكان يكتب في الجدود. يعني كان شيئا الحفاظ عليه كان صعبا جدا. ولما توفي محمد بقيت الأمور هناك دون أن نعرف في يد من، دون أن نعرف في يد من، لأكثر من سنة. وبعد ذلك جمعه أبو بكر، ولما كان يجمع إنما اختار شابا وعمره 18 سنة أو أقل من 20 سنة على كل حال، زيد بن ثابت، وطلب منه أن يجمع القرآن. وأن هناك قراءات غير موجودة في القرآن الموجود الآن، وهي ثابتة عن الصحابة. أنت لما تأتيك هذه وليس عندك خلفية، يمكن يربكك، يعني يجعل في قلبك شك من أنه إذا كان الأمر هكذا فما قالوه صحيح. لأنه إذا كان القرآن كان في هذه القطع وهكذا، جمعه ليس مأمونا. وللجواب على هذا نقول سيدي براقلمان، أنت تصدق بأن قصيدة امرئ القيس
تبدأ من قفا نبكي إلى ذكر حبيبي ومنزلي إلى آخر القصيدة. ولم يروي أحد من الناس أن امرأ القيس كتب قصيدته، لم يكن يعرف الكتابة، ولم يكن الذين رووا عنه هذه القصيدة وغيرها من قصائده لم يكونوا يكتبون. هو يقول لي: العرب أمة حافظة، مجرد أن يسمعوا يحفظوا. نقول له: طيب لما طبقت هذه القاعدة في شعر امرئ القيس ولم تطبقها في القرآن؟ لما تطبق هذه القاعدة أن العرب أمة تحفظ بسرعة، أمة تعتمد على حافظتها وتحفظ بسرعة؟ أنتم تسمعون قصة أبي جعفر المنصور مع الجارية؟ لما تطبق هذه القاعدة في الشعر الجاهلي على كثرته وهي تصل إلى أكثر من 9000 بيت والقرآن 6236 آية؟ لما تطبق قاعدة الحفظ بأن هذا صحيح عنهم هم الذين قالوه، مع أن الذين قالوا لم يكونوا يكتبون والذين رووا عنهم لم يكونوا يكتبون؟ لما طبقت هذه القاعدة هنا وسلمت لهم بثبوت هذا وقلت بأن هذا القرآن الذي أنت اعترفت بأنه كان كتب، قلت لنا بأن هذا فيه شكوك؟ لما؟ ومع هذا السؤال هناك جواب أكبر من هذا. كيف حتى تعرفوا كيف تم جمع القرآن؟ لما مدينة الرياض عاصمة السعودية في توسعت الآن، جزء منها كانت تسمى اليمامة، واليمامة يعني بلد كانت فيها حديقة كبيرة جدا، وهذه الحديقة دارت فيها معركة حاسمة، وهذه المعركة تعرف في التاريخ بمعركة اليمامة أو بحديقة الموت. قتل فيها عدد كبير من القراء، فطلب عمر بن الخطاب من الخليفة أبي بكر جمع القرآن، ليس لنقرأ فيه، لا، بل ليبقى موجودا، لأن الحفاظ قتل منهم عدد كثير، استحر القتل بالقراء، هذه عبارته، استحر من الحرارة يعني اشتد عليهم. ونهاية القصة أبو بكر الذي كان رفض قبلا، فكتب ولم يحتج أحد من المسلمين إلى فتح هذا المصحف. لماذا؟ لأن كل واحد منهم يحفظ ما يحتاج إليه، يعني أن القرآن لم يكن مجموعا في مجلد واحد ولكنه مجموع في صدور مختلفة. تصور 100,000 صحابي في ذلك الوقت يوجد، 100,000 في ذلك الوقت كبير، 100,000 صحابي كان موجودا وكل واحد منهم يحفظ من القرآن شيئا، ويوجد عدد منهم يحفظون القرآن. إذا كان قد قتل أكثر من 70 من القراء فالعدد كبير، ما دام بقي شيء آخر، عدد يعني حفاظ آخرون، فالعدد كبير، بالإضافة إلى أي واحد. أبو بكر قال له: تجلس في المسجد. وزيد كان حافظا، ولماذا لا يقول له أبو بكر: إذا أنت ما دمت حافظ اكتب لنا القرآن كله؟ لم يقل له هذا، ولم يعتمد على حفظه، بل أراد أن يكون الأمر لجنة، جماعة موثوقة موجودة في المسجد، كل من عنده شيء من القرآن يأتي به. إما حفظا وإما كذا. وتصوروا على الأقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم على الصحابة القرآن أكثر من 40 مرة على الأقل، هذا حسبناه منذ أيام.
وهكذا جمع القرآن. وهذه التي كان كتبها زيد ذهب إلى بيته، وكان بيت زيد وبيت النبي صلى الله عليه وسلم متلاصقين، بينهما حائط فقط. كان هو من يحتفظ بهذا ما كتبه، وكان إذا نزل القرآن استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يأتي بأدوات الكتابة فيملي عليه، فإذا انتهى من الإملاء طلب منه أن يعيد قراءته حتى يتأكد من أنه صحيح. وزيد يحتفظ بهذا، هذه القطع في الأديم واللخاف والحجارة وعسب النحل لم يضيع، ومن زعم بأنه ضاع فقد كذب. كانت عند زيد، وزيد أجل من أن يأخذ القرآن فيرميه أو يضيعه. ولم يحفظ في التاريخ وفي السيرة أن زيدا تخلص منها، بل كانت عنده. ولما طلب منه أن يجمع القرآن جاء بما عنده، وكان كله عنده، ومع ذلك يستوثق من شاهدين بأن هذا نزل على القرآن. وأن المطلوب الآن هل هذا ثبت في العرضة الأخيرة؟ وهكذا جمعوا القرآن. فلما كان عثمان يجمعه والآخر لم يجمع من تلقاء نفسه، وإنما هذه الصحف البكرية التي انتقلت إلى عمر بن الخطاب، يعني مثل الدستور، دستور تونس، أنتم كثير منكم لم يره. أي موجود؟ موجود في مجلس الأمة، موجود في رئاسة الجمهورية، في المحكمة الدستورية، في المحكمة العليا، والباقون ذلك يكفي. ليس من اللازم أن يكون كل واحد منكم يحمل دستورا تونسيا في بيته يطالعه ويرى القواعد الموجودة فيها. وجودها في يد رئيس الدولة وفي المحكمة الدستورية وفي مجلس الأمة يكفي. وهذا الصحف البكرية كانت عند الخليفة في كفاية. لما توفي انتقلت إلى عمر بن الخطاب الذي هو الخليفة، ولما طعن عمر سلمها لبنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد عثمان بعد أن أهاب به حذيفة بن اليمان من أذربيجان في حدود سنة 35 على تحرير بن الجزري، أرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف نستنسخها ثم نردها إليك. ليس أننا نعمل شيئا آخر، نريد أن نستنسخها ونتأكد من أننا جمعنا الموجودة فيها. والقراءات التفسيرية فسعوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله، كل هذه نحذفها. ونعلم، نحن نعرف أن فامضوا غير موجود في الصحف البكرية، ونتأكد ونحذفها، وتبقى نسخة منقحة محررة، منقحة من كل تفسير وتعليقات. أدوات الكتابة لم تكن متوفرة في ذلك الوقت، فمن سمع شيئا وخشي أن ينسى كتب ناحيته، يأتي آخر لا يعرف يظنه من القرآن ويقرأه. نحن ننقحه ولا ويبقى القرآن فقط، ولا يبقى إلا القرآن فقط، نرد إليك صحفك. هذا ما فعله عثمان، وأي مطعن منهم. نحن نريد نسأل، أول من نعرفه جمع شعر الجاهل هو شنتمري، من هذا؟ كان فترة بينه وبين امرئ القيس أكثر من 700 سنة، وكم فترة بين جمع القرآن كتابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته، ومن الذين جمعوه بعده؟ بعد أقل من سنتين، أقل من سنتين، لأن خلافة أبي بكر كلها سنتين. ومن الذي نقحها أخيرا؟ عثمان بن عفان، بعد أقل من 40 سنة. فإذا طعنوا في هذا فهذا شيء آخر. أنتم تعرفون أن
الأناجيل لوقا، لوقا أظنكم تسمعون عنه، تعرفون أنه ليبي، تعرفون أنه من ليبيا؟ لا نعرف. هو ليبي، ليبي، هو ليبي. فقط. هو ليبي، تعرفون أنه ليبي. طيب هل زعم بأنه أخذ هذه الأناجيل من من عيسى؟ لا. أيوة أربعة. هي في الأصل هي 72 في مؤتمر لهم خاص في حدود السنة 300 وزيادة ألغوا كلها وبقي هذه الأربعة. لم يزعم أحد منهم بأن هذه الأناجيل من كلام عيسى نفسه بل هي عن كلام الله، لم يقل أحد منهم هذا. نحن قرآننا هذا نزل على رجل عايشوه 63 سنة وينزل عليه القرآن لمدة 23 سنة وهو يتلو عليهم القرآن في اليوم في 6 ركعات جهرا ويسمعون ويطول، وربما قرأ بسورة كاملة سورة طور، وربما قرأ في صلاة القيام بسورة آل عمران، يسمعونه كل يوم، لم يسمعوا مناقضة ولم يسمعوا شيئا ولم يسمعوا ما يخالف ما يعرفون، وهو يملي على أقرب أصحابه إليه فهذا يكتب ويحتفظ به ثم يجمع بعد ذلك يشككون في ذلك. أليس هذا مرضا في القلب؟ هذا ما يسميه الله في قلوبهم مرض. هذا هو قرآننا، الوقت لا يسمح وأنتم في الاختبارات، أردنا فقط أن نأخذ بهذه النبذة، وبقي من الفترة التي تبقت عندنا دقيقة واحدة، لو كان فيه سؤال إن شاء الله تعالى نختم به ونترككم مع الامتحانات، مسائلين الله لكم التوفيق. شيخ بعض ابنك أنا لم أفهم الغاية الأساسية التي من أجلها كتب القرآن أو جمع القرآن، لأن القرآن الأصل أنه محفوظ في الصدور، والأصل أن القرآن يتلقى من الشيخ، نحن عندنا الرواية أو السند، فأنت لو أتيت بمصحف يمكن أن أشكك في المصحف، ولذلك كانت هناك لجان علمية تشرف على المصاحف، وهناك القراء يشرفون على ضبط المصاحف، فأنا أقول أن السند كان كاف لأخذ القرآن، يعني أن ليس هناك ضرورة من معناها تملي أو توجب أو تقضي بكتابة القرآن، نحن في غناء عن كتابة القرآن. هل هناك ربما ضرورة فنية أو شكلية للتعرف على الرسم القرآني؟ فنحن مثلا نقرأ القرآن بأيد، جاء القرآن ورسمها بيائين، يعني ربما هناك بعض الحكم أو المقاصد الأخرى من جمع القرآن، لا الحكمة الأساسية هي الخوف من ضياع القرآن، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي لم تضع ونحن نرويها بالسند، فكيف بالقرآن الذي يروى متواترا، يعني بجمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير. أنا إن شاء الله أحاول أن أوجز الجواب على هذا. قبل موت هؤلاء لم يرد في خاطر أحد من المسلمين أن يجمع القرآن، لا في خاطر أبي بكر ولا في خاطر عمر ولا في خاطر أبي ذر ولا في أي صحابي، وهذا يوافق تماما ما ذكرتهم، كانوا يقولون بأن القرآن مجرد تبليغ، سمعناه من النبي نبلغ. ولكن بعض الأحداث الجلل المسؤولون الكبار يفزعون لها ويقومون بالتدابير اللازمة، وقد استحر القتل بالقراء وكانوا يجمعون القرآن في صدورهم والقرآن غير مكتوب، وفي حال لا قدر الله حدثت معركة أخرى فقتل البقية من القراء ولم يبق من يجمع القرآن، تصور هذه الحالة هي التي دعت عمر بن الخطاب إلى إيه؟ الاقتراح بكتابة المصحف. وأنا أعطيك مثال، حتى لما كتبه أبو بكر لم يعتمد عليه أحد، ذكرته كان المصحف في بيته،
ولا روى التاريخ أنه نفسه كان يقرأ فيه. ولما كتب عثمان لا نعلم أحدا كان يقرأ فيه غيره، وأرسل إلى الأمصار، وكان المصحف يكون عند الوالي الذي أرسله الخليفة. المصحف هناك باق فقط في حال الاختلاف بين الناس ليعاد إليه، وما عدا هذا فليس مصحفا للقراءة. أول مصحف عرفناه للقراءة هو مصحف عائشة، ليس زوجة النبي، عائشة بنت عبد العزيز اللي كان في مصر. المصحف الذي كان في مصر مصحف مروان كان يوضع في المسجد ويقرأ فيه الناس. وفي مورد ظمآن يقول والأمهات ملجأ للناس، ليس للقراءة وليس لكذا وكذا. المصحف مجموعا يبقى عند الوالي وعند الخليفة، استمروا على ما كنتم عليه من الاعتماد على النقل والتواتر والمشافهة. وبارك الله فيكم. شكرا لكم.